نشرة أخبار مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم. إلى العناوين. الجبير ميليشيات الحوثي شنت 1659 هجوما على المدنيين في السعودية بدعم من إيران. مصرع 9 من ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة. وزير الاتصالات توصيل خدمة عدن نت لمناطق الساحل الغربي خلال أيام. قائد اللواء الثالث تهامة يلجم مطابخ الإفك حول مقتل نائب ركن التسليح. أهلا بكم. إلى التفاصيل. قال عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ميليشيات الحوثي شنت 1959 هجوما على المدنيين في السعودية لصالح إيران، الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في دول العالم، كاشفا عن تعاملها مع عصابات تروج المخدرات حول العالم. وأضاف الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران براين هوك أن إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح، إذ أنها تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين. وقال براين هوك أن واشنطن نجحت في تحجيم قدرة إيران على التسلح وأحبطت تهريب أسلحة إيرانية للميليشيات الحوثية، مجددا التأكيد على فعالية العقوبات الأمريكية والدولية في ردع نظام الملالي ومن ضمنها حظر الأسلحة. جدير بالذكر أن قوات مشتركة من البحرية الأمريكية وقوات التحالف وخفر السواحل اليمنية اعترضت اليوم سفينة محملة بأسلحة نوعية قبالة سواحل حضرموت وقامت بقطرها إلى ميناء الشحر، حيث يعتقد أن وجهة السفينة كانت سواحل شبوة القريبة. لقي 9 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح العشرات أثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيات على منطقة الفازة غرب مديرية التحيتة جنوب الحديدة. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء الخامس عمالقة تمكنوا من التصدي لهجوم حوثي وأجبروا الميليشيات على التراجع والفرار، تاركين خلفهم 9 جثث لقتلى بالإضافة إلى جرح العشرات، كما تمكن أفراد اللواء الخامس من اغتنام بعض الأسلحة وتدمير بعضها. وتواصل القوات المشتركة تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولتها اختراق مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة. التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف الاثنين في عدن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، حيث جرى مناقشة إمكانية توصيل خدمة شركة عدن نت لتشمل جميع المديريات المحررة في الحديدة التي تتضمن مشاريع التوسعة في عدد من المدن والمحافظات المحررة. وأكد بشريف أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع خلال الأيام القادمة، ومنها إيصال خدمة الإنترنت الحديثة والهاتف النقال إلى المناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي، مما يساعد على قطع التجسس والتحكم من قبل ميليشيات الحوثي على خدمة الاتصالات. من جهته أكد القديمي على أهمية هذه الخطوة والتي سيكون لها آثار إيجابية في كسر التحكم والاحتكار من قبل شركات الاتصالات التابعة للميليشيات الحوثي الإرهابية. مع قيادة محافظة الحديدة إمكانية إرسال الفرق الفنية لتوصيل خدمة الإنترنت واسع النطاق عن طريق خدمة عدن نت، وهي مربوطة بشكل كامل إلى السنترالات التي تم بناها خلال السنوات الماضية بواسطة شبكات تراسم وألياف ضوئية تم تركيبها إلى هذه المناطق. أيضا ناقشنا المناطق التي سيتم تغطيتها بشبكات الهاتف النقال والتي ستدار من العاصمة المملكة عدن بعيدا عن سيطرة الحوثيين، بعيدا عن التجسس. كان اليوم مع معالي وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف وطاقم الوزارة المهندسين ومستشارين ومدير تنفيذي لشركة الاتصالات اليمن من أجل إيصال خدمة الإنترنت على النت والهاتف النقال للمناطق المحررة، من أجل تأمين القيادات والشخصيات الاجتماعية من التجسس والمراقبة من قبل ميليشيات الحوثي. هذه نعتبرها ضربة قوية لهذه الميليشيات لعدم ملاحقة قيادتنا وتتبعها، وإن شاء الله سوف يغطي هذه الخدمة لكافة المواطنين في الساحل الغربي بما يشمل أيضا محافظة.
استهجن العقيد محمد الدروبي أبو العز قائد اللواء الثالث تهامة ما كتبته بعض المواقع الصفراء حول حادثة قتل نائب ركن التسليح من أكاذيب وإشاعات مغرضة اتهمت فيها أفرادا من المقاومة الوطنية، وقال إن هذه الأكاذيب والإشاعات هدفها النيل من تماسك القوات المشتركة في الساحل الغربي وتخرج من مطابخ الإفك التي تمولها وتديرها جهات وأحزاب مشبوهة بهدف خرق صف القوات المشتركة في الساحل الغربي، داعيا وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية. وأكد العقيد محمد الدروبي أبو العز أن دم الشهيد نوار لن يذهب هدرا، وسيعمل ما بوسعه مع زملاء الشهيد من أفراد اللواء لمساعدة الجهات الأمنية لضبط الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وقال إعلام اللواء الثالث تهامة أن عصابة من تجار السلاح قتلت نائب ركن تسليح اللواء الثالث تهامة نوار خالد أحمد ظهر أمس الأحد في شارع الدائري وسط مدينة المخا، ونهبت طقم شاص مع سلاح 14.5 وثلاث دشك وسلاح بيكا تابع للواء الثالث، كان المغدور في طريقه لإصلاحها بورشة الصيانة. أفادت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 100,000 مواطن يمني نزحوا من مناطقهم منذ مطلع العام الجاري 2020 بسبب القتال وجائحة كورونا. وقالت المنظمة في تقرير لها أن ما يزيد على 16,000 أسرة تضم ما يقارب 100,000 شخص تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ الأول من يناير كانون الثاني الماضي وحتى 27 من يونيو حزيران الجاري. اغتال مسلحون مجهولون صباح الاثنين المصور الصحفي أحمد محمد السقاف، حيث وجد مقتولا داخل سيارته بأحد شوارع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وتعاني مديريات وادي صحراء حضرموت انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين وسط فشل ذريع للسلطات في وقف نزيف الدم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.